ولكن انا هنا عايز اتناقش انا وزميلي فارس معاكم شويه. معانا محمد توفيق من الامارات مراسلنا هناك، نطلع نشوف محمد ويحطنا في اخر الاخبار وجائزه محمد بن راشد المكتوم. محمد اهلا بك يا محمد، مرحب بيك. اهلا بيكم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل انا معكم من هنا من دبي، وبالتحديد من فندق الاقامه اللي بيكون فيه جميع المكرمين. طبعا اجراءات احترازيه بشكل كبير جدا، يمكن تم اجراء تحليل او مسح بي سي ار النهارده لكل المكرمين قبل ما يخشوا. طبعا ان الحفله بكره ان شاء الله هتكون في تمام 11 صباحا في اكسبو دبي 2020. يمكن اجراءات احترازيه كبيره جدا، اجراءات امنيه على اعلى مستوى نظرا لقيمه الجائزه. فالجائزة تعد هي الأكبر من نوعها في العالم من حيث قيمتها وكمان فئاتها المتعددة. بالطبع النادي الأهلي كبير القارة وزي ما نقول كبير العرب، بيكرم كأفضل مؤسسة رياضية عربية. طبعا التكريم مش على مكاسب رياضية فقط، ولكن على مكاسب كمان اقتصادية. طبعا زي ما ذكر في أسباب منح الجائزة للنادي الأهلي من مجلس دبي الرياضي، أن تجربة النادي الأهلي أو مبادرة النادي الأهلي في التمويل الذاتي عن المجموعة الاقتصادية للنادي هي مبادرة تستشرق المستقبل ويجب الاحتذاء بها من المؤسسات الرياضية الأخرى، خاصة في ظل التعامل مع فيروس كورونا في الفترة الأخيرة. طبعا زي ما شفنا النادي الأهلي لم يقلل العمالة، التزم بكافة عقوده الموقعة مع جميع الشركاء وجميع العاملين بالنادي، كمان بالاضافه ل يعني تنميه في فروع النادي المختلفه، بالاضافه الى افتتاح فرع جديد في الاقصر، وكمان ان شاء الله في القريب العاجل في التجمع الخامس. كل دوت لما اتكلمنا على القائمين عن الجائزه انه ده كله كان مقدم في ملف النادي الاهلي. بالمناسبه عايز اقول ان نفس الملف اللي اتقدم به النادي الاهلي عن نفس فئه الجائزه وهي المؤسسه العربيه الافضل كان فيها 54 ملف قدموا للجنه العليا هنا للملفات اللي بتستلم من المؤسسات المختلفه، والنادي الاهلي يعني زي ما نقول استطاع التفوق على 53 مؤسسة أخرى كانت متقدمة لنفس الجائزة. الجائزة مش بس بتكرم النادي الأهلي، لا كمان في 28 مكرم بالفعل خلال إن شاء الله حفل اللي هيقام غدا. طبعا منهم يعني شخصيات قياديه وشخصيات مؤثره وصناع قرار كمان. يمكن يعني الجائزه في نسختها ال11، يمكن دي النسخه ال11 من الجائزه. الجائزه ابتدت منذ عام 2009 والى الان. الجائزه يعني النسخه ال11 من الجائزه تميز ان في تكريم للابطال الاولمبيين والبارالمبيين العرب اللي حصلوا على ميداليات في الفتره الاخيره، وطبعا على راسهم بطلتنا في رياضه الكاراتيه في ريال اشرف اللي بتكرم ضمن فئه افضل رياضي عربي، وكمان بطلتنا السابقه في الخماسي الحديث ايه ميدن يمكن بتكرم كأفضل إداري عربي طبعا بعد انضمامها ورئاستها للجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وطبعا عضويتها في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. كمان دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بينوب من التكريم جانب، خاصة ان هو يعني إقامة البطولة اللي كانت برضه على أرض مصر كأس العالم 2021 في كرة اليد، واللي كان نظامها يعني زي ما بنقول رائد في تنظيم أول بطولة بنظام الفقاعة الطبية، خاصة ان البطولة كانت بتقام لأول مرة في التاريخ بمشاركة 32 فريق. يمكن كان ليها حديث مطول مع كابتن حسن مصطفى قبل تسجيل معاه واتكلمنا بشكل ودي، قال لي كان نفسي الجائزه دي اللي تحصل عليها الحكومه المصريه، خاصه ان الحكومه المصريه هي اللي بذلت مجهود كبير جدا في التنظيم مش بس الاتحاد الدولي. قال لي لو كان حد يعني احق باخذ هذه الجائزه يبقى بالطبع هو الحكومه المصريه، اللي بوجه لها كل الشكر وكل الدعم للقياده السياسيه اللي وجهته لنا خلال البطوله. يعني يمكن هنا اجواء اكثر من رائعه، استقبال اكثر من رائع لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والوفد الرسمي الموجود معاه هنا في مقر الاقامه. طبعا النادي الاهلي بقيمته الكبيره طبعا ما فيش حديث بيشغل الشارع هنا في الامارات، سواء في اماره دبي اللي احنا موجودين فيها او كمان في ابو ظبي اللي هتستقبل فريق النادي الاهلي كمان يعني زي ما بنقول اقل من شهر عشان كاس العالم للانديه. حاله رواق كبيره جدا عاملها النادي الاهلي، يمكن اتكلمت مع اكتر من حد من مجلس امناء الجائزه فبكلمهم يعني الاهلي دائم الظهور على يعني منصات التتويج بجائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. قالوا لو ما كانش النادي الاهلي هيتكرم بنفسي كده يعني الجمله، لو ما كانش النادي الاهلي اللي هيتكرم على منصات التتويج هنا مين ممكن يتكرم تاني من عندها عربيه. نتكلم اكتر عن الجائزه وبنضم لي الناقد الصحفي بالاهرام استاذ محمد القوصي. استاذ محمد يعني تحياتي ليك، حضرتك يمكن موجود هنا بقالك بضع ايام، يعني كلمني عن الاستعدادات الاجواء والتكريم اللي بيحظى به النادي الاهلي والتقدير اللي بيحظى به هنا في دبي. اهلا بك يا استاذ توفيق، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه عايز ابدا من الاجواء اللي موجوده هنا في دبي والاجراءات الاحترازيه. يمكن احنا انا بقالي 3 ايام طالع من القاهره، كل يوم مسحه، كل يوم بي سي ار، وده اجراءات احترازيه مشدده. قبل ما تركب الطياره في مصر عملنا بي سي ار، دخلنا بيه المطار، واول ما نزلنا مطار دبي مسحه، وده بيحصل مع الناس كلها اول ما بتنزل المطار برضو مسحه بي سي ار،
وعندنا الحفله بكره ان شاء الله الاحد برضو بي سي ار لكل واحد هيدخل من باب الحفله، ففي يعني تشديد شديد جدا علشان يحمي كل الموجودين، واي حد بتظهر عنده عينه ايجابيه على طول بيتم عزله ويتم ابعاده ويبدا في تلقي العلاج. الحقيقه جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي واحده من اهم الجوائز العالميه في مجالها، بل هي تعتبر الاولى في هذا المجال. جائزه اولا ادبيه كبيره جدا، معنويه جامده جدا، ماديا كبيره، لها رقم مالي كبير جدا يتخطى 7 ملايين درهم، وده رقم كبير جدا في على مستوى الجوائز على مستوى العالم. جائزه لا تقتصر على الابداع المحلي في الامارات ولا على الابداع العربي، بل تصل الى الابداع العالمي. هي جائزه بينالها المبدعون كافراد وكجماعات وكمؤسسات. الحمد لله النادي الاهلي حصل عليها كفريق في 2013، ودي ما حصلتش خالص لاول مره في التاريخ ان نادي واحد عربي يحصل على الجائزه مرتين. النادي الاهلي حصل عليها في 2013 عن ابداعه في 2012. لو نفتكر لما خد دوري الابطال في 2012 كان الدوري بعد الحادثه اللي حصلت في بورسعيد وراح ضحيتها 72 من شهداء جماهير الاهلي، وما كانش الدوري متوقف، ونجح النادي الاهلي ياخد بطوله الدوري باداء رائع. ويمكن شفنا الفاينل بين الاهلي والترجي كان اداء الاهلي قد ايه جميل ومبدع. الحقيقه الاهلي عدى الملف في السنه دي وقدر يحصل على الجائزه. في 2020-21 الاهلي قدم ملف عن حكايه التمويل الذاتي في كورونا. كل المؤسسات العالميه والاقتصاديه الرياضيه وغير الرياضيه تاثرت بشكل كبير جدا. النادي الاهلي بدا يفكر خارج الصندوق، بدا يعمل فكره ابداعيه وهي تمويل ذاتي يستطيع به ان يقي نفسه من عواصف كورونا وازمات كورونا التي ضربت كل الاقتصادات العالميه وضربت كل الانديه. شفنا برشلونه خفض راتب اللعيبه، وشفنا ريال مدريد وباريس سان جيرمان واليوفي مش هعدد، وفي الدوري الانجليزي حاجات كتير جدا خفضنا رياضهم. النادي الاهلي لم نسمع في هذا الكلام، وده مش مجرد كلام يا جماعه، ده واقع موجود على الارض حصل بالفعل. عشان كده الاهلي قدم ملف مبادره التمويل الذاتي ضمن المجموعه الاقتصاديه اللي نجح بها الاهلي في تجاوز هذه الازمه بشكل كبير جدا، وقدر يتخطى الازمه الحقيقه بشكل رائع، وعشان كده نال جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد للابداع الرياضي لانه ابدع في هذا المجال وحقق طفره كبيره جدا، وقدر خلال هذا الملف يحقق ايضا بطولات كبيره جدا. خد بطولات محليه كبيره، خد دوري الابطال مرتين، خد سوبر افريقيا مرتين، خد بروزيه العالم كاس العالم للانديه. الحقيقه تحيه وتقدير كبير للنادي الاهلي في هذا المجال. محمد بنشكرك ونرجى دوام التوفيق، وان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى بطل ويبقى مكرم في كل الاحتفالات باذن الله. زملائي الاعزاء في الاستوديو، يمكن ده كانت اجواءنا هنا من داخل فندق الاقامه، وكمان لقائنا مع استاذ محمد القوصي، متواصل معاكم في مزيد من اللقاءات ان شاء الله. كلمه ليكم، اتفضل. بنشكرك زميلنا محمد توفيق.